تلك الرصاصة التي بالكاد أخطأت هدفها، أخطأت رأس مترشح لسكن بيت أمريكا الأبيض، يبدو أن لها مفعول السحر على الجميع بلا استثناء، منحتهم قدرات زرقاء اليمامة في حدة بصرها، جعلتهم يتبصرون نتائج الانتخابات الأمريكية من على مسيرة 4 أشهر يرونها وكأنها ظاهرة جلية أمام أعينهم. رصاصة حولت قدر الرجل داخل حزبه الجمهوري من مجرد مترشح عادي إلى زعيم ملهم، تلهب كلماته المشاعر، تؤججها، فلا يجد من اختلف معه سلفا داخل حزبه إلا أن يدعمه هو الآخر، يشد أزره، حتى بات صوت الرجل صوتا جهوريا لا يدنو أحد من مرتبته. الحق يقال ليست الرصاصة فقط من كان لها مفعول السحر بدعم رئيس سابق ليكمل المسيرة صوب كرسي يدير دفة عالمنا، لكن أكبر المدد جاء من ألد أعدائه، جاء من حزب منافس وضع كل بيضه في سلة بايدن، ذي 82 عاما، صاحب الوضع الصحي المضطرب، والذي لم يكن ينقصه على الإطلاق أن يزداد معه الطين بلة فيصاب بفيروس كورونا. الأمر الواقع هذا طغى على القضايا التقليدية الاعتيادية لتلك الانتخابات، يذكرونها بالطبع لكن على استحياء، تراجعت إلى هامش لم تعتد المكوث فيه. هل سيدع الديمقراطي المقادير تجري في أعنتها ومن ثم يبيت خالي الوفاض؟ أم سيلملم أوراقه المبعثرة سريعاً وكل أمله بعد المؤتمر الجمهوري أن يأتي الفرج كمعجزة تتنزل من السماء، ولسان حاله يتمتم بالقول، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى